لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من عفو الله ولطفه ورأفته. مهما بلغت معاصيك ومهما كبرت ذنوبك فعفو الله أكبر ورحمة الله أعظم وعفو الله أوسع سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام مع أصحابه، فوجد امرأة فقدت ولدا لها رضيعها، صارت تبحث. كان هذا في مشهد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتبحث تبحث 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 تبحث، فجأة وجدت رضيعها. وش سوت؟ أخذت رضيعها وضمت إلى صدرها وصارت ترضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ يعني لو أحد الحين شب أشعل نارا وقال: يلا وش رأي تنطلين ولدك في النار؟ تنطل ترمي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر، ما دام أنها تقدر أنها ما ترميه لا يمكن تربيه. إيش قال لهم الله؟ قال: الله أرحم بعبده أو بأحدكم من هذه بولدها.